الخطابة هو تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. مجلس كان آخر جمعية عمومية أقرت إضراب مفتوح، فماذا كان دور مجلس نقابة؟ أولا مجلس نقابة أرسى قاعدة ديمقراطية بالالتزام حرفيا بقرارات الجمعية العمومية، تم طباعة القرارات وتوزيعها ممهورة بتوقيع سيادة النقيب وبختم النقابة في خلال ساعة من إصدار القرارات، وتم رفعها على موقع النقابة. تم تشكيل لجنة لإدارة الإضراب فيها بعض من أعضاء مجلس النقابة والبعض من غير أعضاء مجلس النقابة. تم طبع هذه الأسماء ورفعها على موقع النقابة بالاسم والتليفون لسهولة التواصل مع كل الناس على نطاق الجمهورية في خلال ساعة. كانت الحاجات دي مرفوعة على موقع النقابة وتم طبعتها وختمها وإرسالها تاني يوم الصبح، أرسلت لكافة النقابات الفرعية مع قرارات مجلس النقابة ومع توصية بالالتزام والتعاون لأقصى درجة في إدارة الإضراب مع لجنة الإضراب. ده إرساء لقاعدة ديمقراطية. كلنا نفتكر قبل كده لما كان بيشكل لجنة لإدارة الإضراب من خارج المجلس، كنا بنقعد يومين بايتين في النقابة معتصمين على الأرض لحد ما ناخد القرارات مطبوعة أو ناخد ورقة مطبوعة فيها أسماء اللجنة الفرعية، في أسماء لجنة إدارة الإضراب، علشان نقدر نمارس عملنا تحت مظلة الجمعية العمومية وتحت قانونية المستنفذة منها. دي نقطة فيها قاعدة ديمقراطية الحقيقة يعني تدعو للفخر. تم استضافة لجنة الإضراب داخل النقابة لأنها نقابتهم، وتقديم كل أنواع الدعم اللوجستي والإعلامي لها. قاعة المجلس، قاعة المجلس نفسها كانت مفتوحة 24 ساعة كل أيام الأسبوع. بالنسبة ده بالنسبة للدعم اللوجستي كانوا مدعوين وفعلا استخدموا وساعدناهم في ذلك، سواء فاكس النقابة أو البرينتر أو كل الحاجات اللوجستية. بالنسبة للدعم الإعلامي، الكلام ده طبعا التزاما بقرار الجمعية العمومية وإعلاء لقيم الديمقراطية اللي نعتقد انها حاجة مهمة جدا نحاول نعملها في الفترة اللي احنا فيها في النقابة. بالنسبة للدعم الإعلامي، قام مجلس نقابة بالرد على العديد من الإعلام، على العديد من التصريحات اللي جت في الإعلام تعريضا بالإضراب أو احتجاجا عليه، زي الرد اللي اتنشر على كلام أستاذ حافظ أبو سعدة، زي الرد اللي اتنشر على دكتورة غادة الشريف، زي الرد اللي اتنشر على تصريحات النقابات الأربعة، زي الرد اللي اتنشر على كلمة وزير الدفاع اللي كان بيتكلم فيها وبيطالب الأطباء بتعليق الإضراب. وأعتقد الردود كلها كانت بتلتزم بالموضوعية والحزم في نفس الوقت، ولا كنا بننزلق لأن احنا نتشاتم مع بعض الناس اللي اتكلموا معانا بأسلوب غير لائق، ولا كنا في نفس الوقت بنتهاون في الرد، سواء دفاعا عن كرامة الأطباء أو دفاعا عن فكرة وحق الإضراب في حد ذاته. بعد كده هو بيجي الدعم القانوني. كلنا شايفين الأعداد العالية من خارق الإضراب أو الناس اللي حاولوا يتعرضوا للإضراب اللي تم تحويلهم بالفعل، وعلى رأسهم طبعا وزيرة الصحة السابقة دكتورة مها الرباط. دكتورة مها الرباط مش بس اتحولت للجنة تحقيق، ولكن لأنها تجاهلت اللجنة ولم تحترمها مرتين متتاليتين تم تحويلها لمحكمة تأديبية بتوصية بالإيقاف لمدة 6 شهور. كلنا نتذكر إن قبل كده كانوا بعض المتعسفين من الأطباء بيكرموا في يوم الطبيب. كلنا نذكر ذلك. احد الزملاء اللي كنا سجلنا ليه صورنا ليه فعلا ناس زملاء من اسيوط ومن سوهاج كانوا متذنبين على سلم النقابه بالظبط كده، اخصائيين كانوا قاعدين في طرقه في النقابه، دكتور سمير النمكي اللي نكل بيهم كرم في يوم الطبيب سابقا. فهنا في مجلس نقابه بيرسي قاعده مختلفه ان احنا بنكرم بالفعل من له بصمه متميزه في الدفاع عن المهنه وعن الاطباء، اما من يتعسف مع الاطباء او يحاول ان ينال من كرامتهم فما عندناش كبير. وزيرة الصحة شخصيا تم تحويلها وتاخد توصية اللي احنا قلنا عليها سابقا.
واكثر اهم من كده، اهم من كده ومن المساعده بكل الامكانيات، بكل امكانيات النقابه في الدفاع عن الاضراب، ان احنا جينا في لحظه معينه شعرنا ان هناك ضغط رهيب على الاطباء. اتنشر كثير، نشر موقع النقابه ودافع عن كثيرا من التعديلات اللي حصلت على المستشفيات، سواء مستشفى اجا او مستشفى الزاويه الحمراء. وجهنا بلاغات للنائب العام لوزير الصحه ولمدير امن، سواء كان محافظ القاهره في احدى المرات او محافظ الاهليه في مره تانية، دفاعا او ضد التهديدات اللي كانت بتصل للمستشفيات بانها تضرب ببلطجيه. وفعلا اضراب اجا اللي كانت كسر بعد التهديد ده رجع واستكمل، كذلك اضراب الزاويه الحمراء اللي كانت كسر بعد التهديد ده رجع واستكمل بناء على هذا الدفاع. الاهم من كده ان لما لقينا ان في درجه من الضغوط العاليه والمتزايده ضد الاضراب، تدخل مجلس النقابه بتفعيل احد قرارات الجمعيه العموميه السابقه وهو الاستقالات الجمعيه. الاستقالات الجمعيه خطوه التصعيد الاقدر والاقوى بعد الاضراب. ولذلك عندما نجد ان الضغوط شديده، هذا كان قرار الجمعيه العموميه السابقه، احنا لم مجلس النقابه عارف كويس او حدوده، مجلس النقابه ما اخذش خطوه غير قانونيه ولكن فقط قام بتفعيل احد الكروت. وطبيعي انك في معركه ما بتنزلش بكروتك كلها مره واحده، ولكن بتستخدم احد الكروت، وفي حاله معينه بتنزل بالكارت الثاني. وبالتالي نزل مجلس النقابه بالكارت ده منذ ثلاثه ايام عندما شعرنا بتعالي الشديد للضغوط ضدنا، وهي خطوه قانونيه. سالنا زملاء القانونيين فيها، هي خطوه قانونيه 100%، وهي خطوه التصعيد المتبقيه للاطباء بجانب الاستمرار في الاضراب الجزئي. التوصيه اللي انا مهتمه ان انا اناقش زملائي فيها هي اهميه تغيير شكل الدعايه عن اضراب. اضرابنا اضراب حضاري، اضرابنا هو الباب الوحيد في رايي لانصاف الاطباء وفي نفس الوقت لتحسين منظومه الصحه. الحمله الدعائيه الشرسه ضدنا بتحاول ان تقتصر مطالب الاطباء في انها فلوس فقط، رغم ان احنا بنوضح واوضحنا مره واثنين وثلاثه ان هناك الجزء الاداري من الكادر اللي هو لن يكلف الحكومه ابيض ولا اسود، ولكنه فقط يوضح النيه في مواجهه الوسطه والمحسوبيه والمشاكل اللي احنا بنشوفها كل سنه. الجزء الاداري عن الكادر بيختص بقواعد واضحه لتوزيع التكليف والنيابات والترقيات واختيار مديرين المستشفيات، ربط الترقيات بالتعليم الطبي المستمر اللي على كلفة جهة العمل، وهو جزء الحقيقة بذل مجهود عالي في صياغته، مش علشان ناخد فلوس ولكن علشان احنا مهتمين، غير الفلوس مهتمين بأن يكون هناك بالفعل نظم عمل محترمة نستطيع أن نؤدي فيها دورنا، بعيدا عن المحسوبية، بعيدا عن بوزع اللي أنا عايزه في مكان قريب واللي مش عايزه حتى لو تقديره أعلى بيترمي في وحدات سيئة، وإلخ من مشاكل في النيابات وفي اختيار المديرين وفي اختيار رؤساء الأقسام. وهو جزء الحقيقة اللي يعني أنا فخورة أني كنت أحد الناس اللي اشتغلوا فيه، لأنه إداريا يعمل خطوة مهمة جدا للأمام لصالح المنظومة الصحية. في المفاوضات مع وزارة الصحة، المفاوضات قادها الزملاء في لجنة الإضراب، ولجنة ومجلس نقابة عمل توازن دقيق، وهو انه يحترم ويلتزم قرارات الجمعيه العموميه ولا يحاول ان يتدخل في المفاوضات، وفي نفس الوقت يسند في وقت معين. علشان كده كانت تفعيل حمله قرارات الجمعيه في وقت احنا كنا شايفين فيه الضغوط عاليه جدا والمفاوضات تمر بنقطه حرجه. اكثر من ذلك، قمنا بالتركيز بعيدا عن الكادر على نقاط معينه لها دلاله في راينا، في راي المجلس، في جديه الوزاره، وطلبناها بتقديم ضمانات جديه حوالين التفاوض. احنا بنتفاوض حوالين موضوع كبير اللي هو الكادر. طيب، كضمان جديه، كبادره حسن نيه لتقم الوزاره، طلبناها بان تقوم بدورها في تمويل الدراسات العليا لاطباء الوزاره. صدر قرار بعد ضغوط شديده، صدر قرار للاسف مجتزئ،
ما بيغطيش، ما فيهوش صيغه تغطي جميع الدارسين في الدراسات العليا في اي يعني. صدر قرار بثلاث سنوات في القصر العيني دلوقتي، ماجستير في 5 سنوات، الزماله 5 سنوات، الدكتوراه 5 سنوات، باختصار ما هوش شامل. صدر قرار في الصياغه بتاعته فيها عديدا من النقط المتعسفه، زي ان بعد ما تتحمل الوزاره تكلفه الدراسات العليا في 3 سنوات يلتزم الطبيب بالعمل في اي مكان يكلف بالعمل به لمده 3 سنوات بدون الحصول على اجازات او اعارات او حق في نقل او ند. الصياغه نفسها متعسفه، اللي مطلوب ان يلتزم الطبيب بالاستمرار بالعمل في الوزاره فتره مساويه للفتره اللي الوزاره انفقت عليه فيها. ده كلام معمول به في كل دول العالم، من ينفق على حد دراسات عليا بيلتزم مقابله نفس عدد السنوات. ارسلنا اعتراض على ده ومطالبين بتصحيح القرار. بنطالب ايضا بتعديل هام جدا للدفعه الجديده اللي لسه مستلمه. الدفعات القديمه كانت عندها مكاسب في مناطق نائيه، هي مناطق الحدوديه زي 3 محافظات في الصعيد، الاقصر وقنا و3 مراكز في سوهاج. المحافظات النائيه الغير حدوديه الثلاثه دي متشاله من القرارات الجديده، وبالتالي هناك ظلم جديد على الاطباء المتوزعين في التكليف. احنا طبعا واقفين معاهم. النقطتين الصغيرتين دول الخاصين بالمحافظات النائية الغير حدودية والخاصين بتكلفة الدراسات العليا ليسوا في جسم الكادر، ولكن احنا بنطالب بيهم كنقاط صغيرة فيها اثبات للجدية، لان احنا زي ما بنقول قبل ما نمضي الكادر ونشوفه بيتنفذ لازم يبقى متجهين ناحية العدالة في التعامل مع الاطباء. هذه النقط عدم تنفيذها دلوقتي بيهز المصداقية بتاعة ان احنا نخش اساسا في مفاوضات جادة. في النهاية انا بطلب منكم عدد من المطالب الصغيرة او يعني البسيطة. اولا التأكيد على وجهة نظرنا في الإضراب، إضراب جزئي لا يهدد حياة مريض، وهذه الرسالة أنا بطلب من كل طبيب إنه يوصلها للمرضى اللي بيوصلوا لمستشفيته، إن الاستقبال مفتوح، إن أي عيان عنده أي حاجة طريقها تقدم ليه خدمة استقبال. لازم نكسب المرضى، هذه المعركة اللي احنا فيها، فيها الأطباء وفيها الحكومة وفيها المرضى. المرضى دول إما أن هيقنعوا بإعلام للأسف كثيرا منه بقى بيعزف ضدنا دلوقتي، إن الدكاترة دول عايزين يقطعوا من لحمك ويموتوك ويبهدلوك علشان شوية مصالح أنانية ليهم، وإما إحنا نكسبه على وجهة نظرنا مش اللي بنضحك بيه على الناس ولكنها الحقيقية، وهي إن إحنا بنحمل رسالة إحنا عايزين نعيش حياة محترمة، وفي نفس الوقت عايزين نستطيع ان احنا نشتغل في مكاننا بشكل محترم. احنا عايزين رفع ميزانية الصحة، عايزين وقف الفساد اللي في الوزارة. وقف الفساد في الوزارة هيمكننا من ان نؤدي خدماتنا بشكل محترم، هيمكننا ان نعيش محترمين ونخدم مرضانا بشكل محترم. تحقيق مطالب اضرابنا، انا بطلب من زملائي، لان مش كل المرضى الغلابة اللي بيجولنا في مستشفيات في المطرية وفي شبرا الخيمة وفي زفتة وفي دمنهور، مش كلهم بيتفرجوا على برامج الحوارية اللي قد نجد فرصة ان احنا نشرح فيها هذه وجهة النظر. وبالتالي فكل منكم محمل برسالة يشرحها لمرضاه، وهو بيقدم لهم خدمة في طوارئ او هو بيعتذر عن تقديم خدمات حالات كولد، ويفهمهم ليه هو بيعتذر، وان هم واحنا شركاء في معركة لنا امل ان تنصلح. ثانيا انا بطمن استقبال، انا طبيبة اطفال، استقبال للأسف لا يوجد في مستشفياتنا أدوية حقيقية. الحاجة احنا بنسعى ان يبقى فيه في مستشفياتنا أدوية حقيقية، نتمنى ان يبقى فيه في مستشفياتنا أدوية حقيقية. النقطة الثانية اللي انا عايزة اشرحها لزملائي هي قانونية الاستقالات الجماعية المسببة. الاستقالات الجماعية المسببة يا احمد بقى
مختلفة في القاعة ومش حاجة طبيعية. اتفضلوا يا دكاترة اتفضلوا. في اتفضل يا دكتور بهاء. هديك الكلمة بهاء. في اختلافات في الآراء في القاعة ودي حاجة طبيعية. والجمعية العمومية معمولة علشان نستمع لآراء مختلفة ونصوت بالأغلبية. من الطبيعي جدا يا الزملاء الأعزاء، من الطبيعي جدا أن يكون هناك آراء مختلفة مع وضد الإضراب مع وضد الاستقالات الجماعية. وطبيعي، وإحنا والجمعية العمومية معمولة علشان نسمع بعض.